نشاط طبي رياضي جديد بالمكلا يسعى لتعزيز حضور مسعفي الأندية الرياضية بمناطق ساحل حضرموت. ندشن الدورة الثانية لمسعفي أندية ساحل حضرموت اللي هي عندنا 13 نادي وأعطاهم المعلومات من الجانب النظري والجانب العملي، لأنه عندنا كثر الإصابات تحصل من عدم الوعي لدى اللاعبين، يعني ممكن اللاعب فيه إصابة ويبغى يلعب، فبالتالي نحن نقوم بتدريب المسعفين الجدد لتأدية واجبهم تجاه هذه الإصابات التي تحصل في الملاعب. هذه الفعالية وهي الثانية من نوعها التي ينظمها اتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت تستهدف تدريب وإعادة تأهيل نحو 30 مسعفا طبيا يمثلون عددا من الأندية الرياضية في 4 مديريات ساحلية، وإكساب المتدربين مهارات الإسعاف الطبي الأولي لإصابات الملاعب ومنها إصابات الجهاز العضلي. طبعا الدورة فيها مجموعة من المحاور، أنا تطرقت طبعا إلى بعض الإصابات الجهاز العضلي وأخذنا شرح كافي ووافي لهذه الإصابات من ضمن التقلص العضلي والتشنج. إنعقاد هذه الفعالية الطبية التدريبية يأتي في إطار برنامج تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة بغية تحقيق تواجد للمسعفين في الأنشطة الرياضية بالمحافظة وتوفير تدخل إسعافي يتلائم وطبيعة الحوادث والإصابات الشائعة التي يمكن أن يتعرض لها اللاعبون في مختلف أنواع الفعاليات والتنافسات الرياضية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.